حضرتك كنت كاتب مرة في مقال من المقالات بنى الإسكندر الأكبر الإسكندرية للسلفيين، ليه؟ هو طبعا انت عارف حضرتك ان بعد انهزام المشروع القومي 67 بدأت ارهاصات ان الناس بتبحث عن هوية جديدة، فسابوا القومية والقصص ديت الى الاتجاه الديني خاصة البسطاء والكلام ده، وبدأت حملات اعتقد انها حملات خارجية، وقلت فيها اكتر من مرة ان اصبح كل ما يأتينا عبر البحر الابيض حرام وكل ما يأتينا عبر البحر الاحمر حلال. فلما تفاعل مع الحضارة التكنولوجيا والعلم وتفاعلنا كثيرا مع حضارات التخلف. ليه بسمع في ابسط، خلي بالك لانها ابسط، يعني عشان تبقى ليبرالي او يساري محتاج تقرا لك 2000 3000 كتاب، لكن عشان تبقى اخوانجي او سلفي محتاج تطول دقنك بس، فالعمليه اسهل يعني. يعني لدى البسطاء القصه اسهل، هذا ليس تقليلا من الشأن، لكن احنا بنتكلم الحقيقه. يعني اذا اراد مواطن شاب ان يكون ليبرالي الفكر او يساري الفكر او ما شابه يحتاج الى التنقيب في الكتب وقراءه التاريخ وقراءه الاقتصاد، لكن القصه الثانيه ان هو ايه، خاصم الحلاق اسبوع بقى حكايه خلاص، بقى كادر كبير. بتقلق حضرتك من انه يبقى في حاجه في الشارع المصري اسمها جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واذا كنتش انت بتقلق بتشوف الناس اللي حواليك بيتعاملوا مع الموضوع ده بص، ازاي؟ كثيرون بيحاولوا يقدموا صوره ورديه والكلام ده، لكن احنا لازم نتعامل في المرحله ديت بواقعيه، وان كنا لا نحرم نفسنا من الاحلام. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، هتلر كان اسمه هنتلر، شال النون عشان تسري الاسم يبقى سهل، هتلر هتلر اسمه الحقيقي هنتلر، اتشال الان ده عشان يمشي. طب ده علاقته ايه باللي احنا بنقوله؟ هقول لسيادتك، هم احسن ناس يختاروا القاب يختاروا الفاظ، اللي بيحطوه على وشهم ده اسمه قناع، واللي لابساه اسمها مقنعه، ده اللي احنا اتربينا عليه ونعرفه، لكن هم يسيبوا ده ويختاروا كلمه نقاب، وتيجي تقول منقبه يقول لك لا دي جديده وجامده، تعمل صدمه للناس، خليها منتقبه. خد بالك ازاي؟ احنا بقى كمثقفين قعدنا سنوات اسرى كلمه متطرفين، الته مع الطه تقيله صعب، فين لما وصلنا لكلمه ارهابيين وبتاع والكلام ده بعد سنوات، خد بالك ازاي؟ وهم عشان كده بقى يا عم نوصل لسؤالنا، سمينا الامر بالمعروف والجوء عن المنكر، تقدر تقول انا ضد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، هي اسمها جماعات الامر بس. ليه؟ لان القصه الباقي دي تعود لمزاج من يفعلها في الشارع، تعود لرؤيته وتعود لثقافته وليس حتما انها الحقيقه، ولذلك يجب الا تكمل انت تقول جماعات الامر بس، انما ما تهودهمش وتقول جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده كل ده موجه، والا انت بتخش في الفخ اللي هم ناصبينه. ده كل ده موجه ليه؟ لا طيب انا عايز اعرف على انه موجه للمجتمع كله، حضرتك تبقى قلقان من ظهور تيار زي ده او اتجاه زي ده ولا لا؟ انا طبعا قلقان، واول الغيث قطر، يعني بيبتدي بكده، اولا ده مش تعدي على الناس اللي ماشيه بس، وتعدي على قانون الدوله وتعدي على سلطه الدوله، والى اين يقودنا هذا الكلام؟ مش عارف يعني. يعني انا اخشى يعلم الله ان زي ما بقول تملي برضو ان احنا خلصنا من طيار بدون طيارة اللي هو مبارك، وبعد كده عجلنا طيارة بدون طيار بتاعت حلف الاطلنطي، لان التعصب العالم لا يقبله، التشدد العالم لا يقبله، نبذ الاخر العالم لم يعد يقبله. لازم الناس تحط في اعتبارها اننا فعلا كما يقال قرية صغيرة ومفيش لها عمدة، مفيش حد يعمل نفسه عمدة لهذه القرية، العالم ما بيتركش احدى الدول يضطهد اهلها بعضهم بعضا ويقتل اهلها بعضهم بعضا والكلام ده. هم طبعا مبتدئين في السياسة، تيارات كتيرة منهم مبتدئة في السياسة، وعلى ما اظن ان هذا لا ينطبق على السلفيين فقط اللي هم ظهروا فجأة وبدأوا يمارسوا السياسة بعد ان كانوا يناصرون الحاكم ويعملون مع مباحث امن الدولة ويعملون مع النظام ويقولوا الخروج عن الحاكم خطأ هما السلفيين مش كلهم اصحاب نفس وجهة النظر على فكرة. على فكرة انا شخصيا على المستوى الشخصي مش واخد موقف واحد زي ما بتقول حضرتك تجاه القطاع العريض من السلفيين،
يعني ممكن حضرتك تتكلم مع الاخوان على انهم أنا عندهم نظريه كامله وانتقادي لفرع فيهم اسمه الوهابيين. هذا الفرع هو الاكثر تشددا والاكثر شراسه والاكثر عوده للخلف. يكاد بعضهم استغفر الله العظيم نبيه هو محمد بن عبد الوهاب وليس محمد بن عبد الله. بعضهم هؤلاء الوهابيين. فاحنا بنظلم القطاع العريض من السلفيين لما بنحمله سلوك بعض الوهابيين. انا شخصيا قاعد نهوت الاسبوع اللي فات في مدينه الانتاج في السكريه نهوت، واحد السلفيين راح باعت لي بيته السيجاره حرام. فانا اضطريت طبعا ان انا اقول له مالكش دعوه، واحنا مش في افغانستان، احنا في مصر، والكلام ده تروح تقوله في افغانستان. الناس دول زي ما انا بقول لحضرتك دول مش عقلونا للقرن الواحد وعشرين. دول المجتمع المصري، دول مش عقلونا للقرن الواحد وعشرين، عقلونا للقرن الافريقي حيث الصومال، مش القرن الواحد وعشرين، لا القرن الافريقي. ان 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 الناس لازم تنتبه سيادتك، لان هذه الاحزاب الدينيه راسماليه في القاع بتلتقي مع الاحزاب المدنيه الاخرى. الاثنين اصحاب مصالح، الاثنين راسماليين. الناس شايف يعني تايه عن كثيرين ان الاخوان المسلمين راسماليين، ان السلفيين راسماليين، ان اخواتنا في الوفد والمصريين الاحرار وكل الاحباء يعني بنحترمهم كلهم مجموعه من الاحزاب اليمينيه الراسماليه. فهم بيلتقوا في الاقتصاد ثم يختلفون قدامنا على فانت تبص تلاقي عين الغلابه قاعد بيتفرجهم ويقول لك شوف بيتصارعوا ازاي وبيتشتموا ازاي في التلفزيون لكن في النهايه هو فكر راسمالي. كلهم لا يخضعون مثلنا الغلابه لسيدنا ادم، هم يخضعوا لادم سميث بتاع الاقتصاد. اما تيجي انت دلوقتي تتكلم على بعض الزملاء يعني يقول لك ايه؟ هم عيروا الفن وهياخدوا بالهم من الفن وهيقدموا الفن، وواحد يقول لك ده ايه؟ ده صدرهم واسع، يعني سيبنا نظام كرش واسع دخلنا لنظام صدره واسع. انت شايف حضرتك دلوقتي انه في نوع من التحول انه طبعا الكل بقى بيحاول يخطب ود الاخوان بعد سنوات من باشا بعض المهمين اللي نراهم في التاريخ كانوا واقفين مع الحملة الفرنسية يعني بأشكال ما تتقالش في التلفزيون يعني. وبعض المهمين اللي نراهم في التاريخ كانوا شغالين كأدلاء بيقودوا الاحتلال الإنجليزي لمداخل القاهرة. أنا مش قرينا عن السلطان باشا واللي عمله ومسك البرلمان. فالقصص دي معروفة وموجودة وكده. شايف لكن كثيرون يقدمون أوراق اعتمادهم من الآن للتيار الديني. انه في جزء من النخبه والمثقفين دلوقتي بيبدل خيال الثوره ده. انا ممكن اتخيل الثوره وممكن اتخيل اي حاجه تحصل. الشعوب معرضه لده وده زي الانسان ما هو معرض لحاجه لعوارض الدنيا، شعوب معرضه للثورات. بس ما كنتش اتخيل ابدا ان من قاتلونا وقتلونا في التسعينات ابطال ويطلعوا في التلفزيون والمذيعه تقول له يا فضيله الشيخ. فضيلة الشيخ ايه اللي ايده ملوثة بدماء المصريين؟ اللي حرق أندية الفيديو، اللي سرق السياج. يعني أنه عقل وأنه منطق؟ إذا كنت بتكلم حد يغلطني، هل ده راجل يستحق بعد أن تقدمت يداه بأيدي المصريين أقول له يا فضيلة الشيخ؟ وده كلام برضه. يا أستاذ شريف أنت بتجيب لنا ناس أفاضل يكلمونا عن بكرة ويدونا حقايق. بلاش نتكلم باسلوب الساخر او الساحر. لا ما عفوا عفوا يا استاذ اشرف يعني بص يا سيدي اخوانجي واخد بالك لا تهمه الثوره ولا يهمه الثوار ولا يهمه تغيير مصر، هو يهمه الكرسي. واخد بال حضرتك ادي القصه باختصار. هو عموما احنا لازم نسمع بعض كل التيارات الدينيه. ايوه بس هو بغض النظر ادي القصه لازم احنا كلنا نسمع ادي القصه يعني. نسمع بعض في اطار من الاحترام. ايوه واخد بالك الناس دي ما تعرفش القصص دي، تعرف تقتلك تذبحك تقطع ايدك تتاع تشتمك الكلام ده يعني، انما لا طيب. ربنا يستر على اللي جاي. التعصب الديني والتشدد الديني هو الافه والعقبه. اما القصص الثانيه امتى المجلس العسكري يسلم؟ هيسلم المجلس العسكري، هيمشي هيمشي، دي فتره مؤقته. اي حاجه ثانيه التخلف الاقتصادي يتعدل يتعدل. انت ما عندكش نفس انما نفس الخوف
من القماشة التعصب الديني. ما عندكش نفس الشكوك ما عندكش نفس الشكوك اللي الناس كلها بتتكلم عليها، اللي هو والله لا احنا خايفين انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه ما لا 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 هيمشي احنا هيمشي. المساله مساله وقت، المساله مساله، والاقتصاد مساله مساله وقت، خد بال حضرتك ازاي. والناحيه الاجتماعيه اللي قلنا عليها مساله وقت، كل ده الى افضل الا تعصب الدين اسوأهم الى اسوأ. لسه برضو سؤالي واقف، احنا فين في انهي جزء من الرحله؟ أولها أنا شخصيا لا أتعرج إن أنا أقول أسوأ ما يخيفني أنا شخصيا هو التعصب الديني. أي حاجة تانية مقدور عليها، كل اللي أنت شايفه ده مؤقت، حتى الأزمات اللي إحنا فيها مؤقتة، لكن التعصب الديني اللي بتخبط فيه في الشوارع هو ده أزمتنا. ده برضه ممكن يكون راجع أستاذ جلال إنه مفيش، إن كل الناس بتلعب سياسة أول مرة، ما حصلش تنمية بشرية للبني آدمين طول ال 30 سنة اللي فاتوا، ما حصلش. لو الواحد متنور ومتعلم ومش بصمجي ويعرف يكتب ويقرا ويعرف يقرا، مش هيبقى متعصب، هيبقى وسطي، لانه يعرف ان الله يخص الناس كلها. زي اللي يقول لك عيرعوا الفن، انه فن اللي عيرعوه؟ دول كانوا بره السلطه وبيرفعوا قضايا على الكتب ويعملوا مظاهرات، مظاهرات اعشاب البحر والضرب النار وتكسير الممتلكات والكلام ده، وقصيده مش عارف فيها بيت شعر ايه بس ما هو برضه ممارسه السياسه شيء مختلف يا عم جلال. يعني هو اي حد كان ممكن يكون بيعمل الحكايه دي كان بيعملها هو من بره، ومن الناحيه الثانيه دخل جوه، مين اللي هيبقى جوه؟ هيبقى الاخوان السلفيين على يمينهم، هيعرضوا هيكرروا نفس القصه برضه زي ما حضرتك قلت، مش كلهم نفس القصه. وفي مسؤوليه برضه على التيارات الثانيه وعلى الاحزاب الثانيه وعلى القوى الثانيه. اه طبعا طبعا طبيعي، لان ما يبقاش كلامهم فوقي ما يفهمش الناس، برضه يبطلوا حكايه الاستعلاء، ينزلوا للناس في الشوارع والكفور والكلام ده، يقدموا خدمات زي ما التانيين بيقدموا خدمات، ينافسوهم ينافسوهم بدل ما يعاتبوهم ينافسوهم. شايف انه كان في محاوله للمنافسه دي في خلال الاسابيع الانتخابات اللي فاتت، ولا الحكايه محتاجه سنين شغل؟ لا دي محتاجه سنوات، وتغيير وجهه نظر المجتمع عايزه 15 سنه ولا حاجه. المشكله برضه يا عم جلال انه المثقف نفسه قصير. لا هو ما عرفش كمان يلعب حكايه اللحمه دي، المثقف مش طبيعته انه يوزع لحمه يعني ورز والكلام ده يعني. وبعدين تلاحظ حضرتك القصه دي، هذه التيارات الدينيه طول عمرها توزع لحمه ورز وسمك وزيت، بس في حاجه عايز اقولها لك، عمرهم من ضمن الخدمات اللي بيقدموها ما فكروا يمحوا اميه. لاحظ الحكايه دي، حط عليها علامه استفهام. ليه بيفتحوا مدارس ويفتحوا لا 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 دي مدارس زي مدارس الحكومه، بتكلم على محو الاميه. مفيش نهائي، لم يمحوا أمية مواطن واحد. ليه؟ المناخ عاجبهم، هو المناخ ده عاجبهم، يعني واحد هيأذي نفسه. فهو كل الخدمات قدموها طوال السنوات اللي فاتت ما عدا محو الأمية. محو الأمية كل الحكومات اتفقت على انه يبقى، وكل الجماعات اتفقت على انه يبقى، لان الكل مستفيد من أمية الناس. المرحلة اللي بيعيشها أستاذ عمرو هي تقدر تقول عليها مرحلة تغيير التيكت، يعني الصنعة هي الصنعة والبضاعة هي البضاعة وبنغير تيكت، ده مطرح ده يمشي مكتب الإرشاد يجي لجنة السياسات، تمشي لجنة السياسات تيجي مكتب الإرشاد، والتيكت يتغير والحكاية هي الحكاية، يمشي حزب الوطني الرأسمالي يجي حزب الإخوان الأشد رأسمالية، والبضاعة هي البضاعة. هذه يا سيدي هي مرحلة تغيير، يعني ممكن تقول البنك المركزي هو بيت المال والفائدة هي المرابحة وهكذا يعني، لكن تغيير حقيقي كان يملكه في برنامج كامل شامل الدكتور محمد البرادعي. الدكتور محمد البرادعي لا يصح كرجل محترم ان يشارك في مرحله تغيير التيكت. استاذ جلال، في ضوء المؤتمر اللي عقد النهارده، هل هناك تخوفات على الابداع في مصر من وصول التيار الاسلامي الى الاغلبيه تحت قبه البرلمان؟ هو انا بصطدم مع ناس بتزعلوا مني يؤمنون بقصه التجريب، احنا لازم نجرب، وانا مش عارف عايز نجرب دي يعني من بدايه القرن ال 19 واحنا عمالين نجرب. الناس دي كانوا بره الحكم وكانوا بيرفعوا قضايا على الكتب وعلى القصايد وعلى الاغاني وعلى الافلام بره الحكم، بره الحكم. من يعاهدني على الموت ايام اعشاب البحر وحرق وضرب والكلام ده ايام قصه حيدر حيدر. فعايز اقول لحضرتك يعني ايه، المقدمات تؤدي للنتائج، وواضح جدا ان الناس دي بره الحكم وبتعمل كده.
فما بالك يعني لما بتاع. وبعدين خلي بالك مش على الفن بس، على مبدا التفكير دي اوسع بقى. القصه قصه هتبقى قيود مش على الفن فقط، على مبدا التفكير، مش مبدا التفكير، مبدا التفكير الشفوي، مش حتى التحرير اللي بتكتبه في مقاله او قصه او روايه، مبدا التفكير. يعني لو سمعت حضرتك اتمسك الكلمه على عمرو حمزاوي بيقول الراجل كذا فكذا، دي معناها الوجود والعدم، ومعناها استبعاد واقصاء التيارات الاخرى، ومعناها واتعمل مجلدات فيها. يعني حتى الكلام الشفوي هيؤخذ عليه، وبالتالي هناك خطوره حقيقيه على مجرد التفكير في 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 هذا الوطن. رغم ما يعلنوا الاسلاميين ان هم مع حريه الابداع وان هم يحترموا الاخر وافكاره، انا ما باخدش بكلامهم كده بناء على اني يعني خبرهم ودارسهم وكلام ده يعني. لكن ما انا بقول لك انا والله بزعل ان بعض الشباب بيزعل مني لانه ليس صاحب تجربه مثلي. انا راجل حضرت علب الحلاوه، هم ما حضروش علب الحلاوه، فبالتالي بيفكروا ان انا واخد موقف منهم كده. انا واخد موقف بناء على تراكم تجربتي الحياتيه معاهم. انا حضرت علب الحلاوه اللي كانت تروح للمختلفين معاهم في الموسم ويفتحها تنفجر فيه، وموجودة الكلام ده في مذكراتهم وقايلينه هم على بعض، معترفين على بعض يعني بهذه القصص. فهؤلاء يعني ما يقولونه عكس أفعالهم اللي يصطدم بها الناس فيما بعد أثناء وجودهم في السلطة. أنا حافظ إيه تكتيكهم. التيارات الدينية عموما عشان تبقى عارف ويبقى ده إنذار لمن يسمعني، تبدأ بتشويه الأول، فرج فوضى يا كافر، فرج فوضى كافر، فرج مش عارف إيه، ويروحوا يقتلوه فيما بعد، فيصبح المتلقي مستعد نفسيا لاستقبال خبر بالتيارات المتعصبة تقصد الدينية. لا، هما الاختلاف، ما ده اختلافنا بقى معاك، الاختلاف في الدرجة وليس في النوع. اختلافهم في الدرجة وليس في النوع، وبالتالي محاولاتهم لتشويه الفن المستمرة وأنه داعر وأنه فكر سكارة وراقصات عاريات، محاولة التشويه دي تؤلمني أنا كراجل صاحب تجربة، لأن أنا أعلم أن التشويه عادة هو تمهيد المدفعية للانتهاء والتخلص من الشخص أو المؤسسة أو النشاط الإنساني. فهناك محاولة لتشويه الفن على مدار سنوات طويلة هي دي اللي بخشى منها، أنها تكون سابقة للتجهيز، فيبقى المتلقي يتلقاه هو إيه مرتاح، لأنه اعتقد تماما بكلامهم أنه هو الفن ما بيقدمش غير الأباحية. لا، بعد انسحاب الدكتور البرادعي مين النهاردة هيكون مرشح المثقفين في انتخابات الرئاسية؟ لا، المثقفين ده موضوع لوحده، هم هيجيبوا عمرو، مش عشان انت اسمك عمرو، لا والله، ولا عشان عمرو الشبكي وعمرو حمزاوي وهو عصر عمرو يعني. هم هيجيبوا عمرو، من زمان انا قلتها في كذا برنامج بقالي عده شهور، هم هيجيبوا عمرو، هو الشخص المناسب. ذهب زيد وجاء عمرو، قضي الامر. فما تلفش الدور في حكايه المثقفين. اذا كان عليا ارشح مين؟ ارشح الاستاذ صلاح عيسى، ارشح ابو العلاء المعري، ارشح المحتملين. انما غير عمرو يعني مرشحين المحتملين. لا، بعد مشهد برادعي بقوا مرشحين غير محتملين. يعني انت عايز مثلا بعد انتخابات لجنه الشعب اللي كلفت الدوله دي كلها مليارات ومليارات نعيد انتخابات لجنه الشعب؟ حد قال لهم اعملوا؟ حد قال لهم اعملوا؟ وانت لا مؤاخذه تلاقي مقبض باب، تجيب باب يليق عليه وبعدين تبني عماره على مقبض الباب؟ في حد يبني دوله؟ سمعت عن دوله اتعملت على استفتاء؟ يا سيدي الفاضل، الانتخابات في مصر لا تعكس الحاله السياسيه، هي تعكس الحاله الدينيه. الانتخابات في مصر لا تعكس الحاله السياسيه ولا تعكس الحاله الثقافيه، لا، تعكس الحاله الاقتصاديه. فدي ابعاد غائبه عن الانتخابات المصريه. انت تيجي تعمل غلطه وبعدين عايزني بقى انا اشرب مجلس الشعب خمس سنين ومجلس الشعب يشربني دستور 50 سنه؟ ده ايه الوقعه السوداء اللي احنا فيها؟ ايه اللي وصلنا للحكايه دي؟ مش هي الشورى السوداء الاولانيه بتاعت الله يمسيه بالخير طارق البشري بتاعت الاستفتاء الاول وكده؟ ساعتها سلسله الاخطاء تراكمت من هذا اليوم.
لا يا استاذ عمرو عاوز يدفعنا انا فاتوره ايه ان المجلس لازم يقعد عشان احنا اتكلفنا كتير ووزعنا لحمه واخد بالك ووزعنا رز انما اللي انا شفته في 10 سنين بهاجم فيهم حسني مبارك يوميا اقل كتير من اللي شفته في 10 شهور بهاجم فيه الجماعات الدينيه اقل كتير ودي ارهاصه تضاف الى العلامات اللي بتطلبها سيادتك مننا للبرهنه على ما سيفعلونه في الفن والادب اقسم لك بالله اللي شفته في 10 شهور ده منهم اكتر من اللي شفته من حسني مبارك في 10 سنين